للمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من إمارة دبي داري المنتخب الوطني أسامة طلال. مرحبا بك كابتن أسامة. الشارع الرياضي لم يكن راضيا عن نتيجة مباراة الأمس مع المنتخب العماني والتي انتهت بالتعادل السلبي، ولكن للجهاز الفني كان له وجهة نظر أخرى، هل لك كابتن أن تطلعنا عليها بشكل مفصل؟ اهلا وسهلا، مساء الخير وسعيد بالتواصل معكم، سعيد بالتواصل مع المملكه اللي دائما تتابع المنتخب الوطني. بدون شك احنا كنا حابين تحقيق نتيجه جيده قبل وصول المحترفين. نسبيا كانت المباراه جيده من الفريقين، ولو انه المنتخب العماني له فتره كبيره غايب عن المنافسات الدوليه، ولكن الدوري العماني دوري منتظم، وبتعرف حضرتك انه احنا الدوري لا زال الان لم يبدا وجاهزية اللاعبين لم تكتمل بعد. اليوم إن شاء الله المنتخب غدا، يوم وغدا يكتمل صفوف المنتخب إن شاء الله لتقديم مباراة كويسة إن شاء الله أمام لبنان. نعم، إذا أتوقف عند هذه النقطة كابتن أسامة. الموعد المحدد لالتحاق كافة المحترفين في الخارج، وكم هو عدد اللاعبين المحترفين؟ شوف، احنا القائمه اعلناها ب10 لاعبين محترفين التحق الان. شارك بمباراه عمان لاعبين محترفين اللي هم محمود مرضي ويوسف الرواجده، التحق اليوم بالمنتخب الوطني بهاء فيصل وانس بن ياسين وخليل بني عطيه وياسين بخيت، وبانتظار ان شاء الله بكره انه يلتحق الكابتن موسى التعمري، وايضا بانتظار القرارات الجديده اللي ممكن تصدر من الحكومه الكويتيه بالسماح للاعبين المحترفين بالالتحاق بمنتخباتهم وعودتهم، اسوه باللاعبين الكويتيين اللي راح يرجعوا على الكويت بدون حجر مؤسسي. نتمنى ان شاء الله انه باسرع وقت المنتخب يكتمل لتقديم ان شاء الله مباريات ترضي طموح جماهير الاردنيين ان شاء الله. نعم، المنتخب بدا الاستعداد لمواجهه لبنان يوم الاربعاء المقبل، كيف ينظر الجهاز الفني والاداري لهذه المواجهة، وأيضا كيف هي معنويات اللاعبين بعد التعادل مع المنتخب العماني؟ شوف، المعنويات جيدة واللاعبين عازمين إن شاء الله على تقديم مباريات جيدة ترضي الجماهير، وتعرف حضرتك الآن في عدد كبير من اللاعبين المحترفين اللي راح يشارك في المباراة القادمة قبل الانطلاق للبحرين لمواجهة البحرين إن شاء الله يوم 30. الآن الأمور واضحة، العد التنازلي للتصفيات بدأ، عدد المباريات الودية أصبح تقريبا غير مباراة عمان، عندنا مباراتين الآن وقد نلعب مباراة أو مباراتين قبل التوجه للكويت، عارفين اللوكيشن، عارفين المكان اللي راح نلعب فيه أمام خصمنا. نتمنى إن شاء الله إنه الجماهير الأردنية ترجع تلتف حوالين المنتخب الوطني، وإحنا متأكدين من ذلك. تعرف لما يقرب التصفيات ويقرب الاستحقاق الكبير، إحنا بنشعر دائما بالتفاف الجماهير والإعلام أيضا حوالينا. إن شاء الله إنه المنتخب يكون عند حسن الظن ويتأهل للدور الحاسم بإذن الله زي ما اتأهل في 2013. نعم، إذا يعني أتوقف عند النقطة الأخيرة كابتن أسامة، ونقطة الجماهير والدور الكبير الذي يلعبه الجمهور حقيقة في رفع معنويات المنتخب الوطني. كلمة منك كابتن للجماهير الأردنية بعد تعادل يوم أمس يعني تحديدا. شوف عمره، احنا انتم متابعين من المستوى الأول أخي بالمملكة، المنتخب الوطني إحنا قبل نهائيات كأس آسيا لم يقدم المستوى المعمول في المباريات الودية، ولكن في النهائيات كان الرقم الصعب وتصدرنا مجموعتنا أمام منتخبات كبيرة بالمجموعة على رأس أستراليا وسوريا. إحنا صحيح كل العالم مر بالسنة الأخيرة في ظروف استثنائية والأردن منها. إحنا الآن لغاية الآن الدوري لم يبدأ، نتمنى إن شاء الله مع رجوع المنتخب الوطني في ابريل والدوري يبدا بانتظام واللاعبين يلعبوا اسبوعيا، انه رتم المباريات يرجع يعلى، وكون متاكد، كون متاكد سواء المباراه ان شاء الله بقيت التصفيات بقيت بالكويت او انتقلت لاي مكان اخر، المنتخب الوطني راح يكون جاهز للقتال على انه ان شاء الله يتاهل للدور الحاسم. الاتحاد لم يقصر على الاطلاق مع المنتخب، اعلى درجات الاعداد والانفاق اعطاها للمنتخب الاول لتجهيز اللاعبين وتجهيز البدلاء وتجهيز كل الكادر لأنهم يكونوا جاهزين إن شاء الله في حزيران للدخول بالتصفيات بقوة لإحراز أكبر عدد للنقاط. للآن تنافس مفتوح على كل المجموعات. نتمنى إن شاء الله المنتخب الوطني زي ما حكيت لك أنا كنت معاه بالتوفيق كابتن لما طلعنا للأوروغواي، وإن شاء الله أنه بكون عند حسن الظن. نعم، نتمنى التوفيق لمنتخب النشامة في جميع مواجهته المرتقبة. شكرا جزيلا لك أسامة طلال الإداري في المنتخب الوطني.